لو كان السلطة بتاعتنا النهاردة سلطة فتوش فيها فلفل وفيها خضار متقطع، او اذا كان عندي حتى السلطة او الشوربة اللي بعملها بخضار مش محتاج كمية كبيرة، ممكن لشخصين قطع من الفلفل متقطع صغير، ممكن يكون بطاطس بتنجان. الفكرة فيها ان انا احشي حاجة، لو عندي خرشوف ممكن نحشي واحدة خرشوف او بطاطا اللي هي البطاطس، يبقى البطاطا والبطاطس ديت ممكن بقطع منها حتة صغيرة علشان دي تبقى القاعدة، وهي نفسها باخدها ينوت وافتحها وبقطع حتة تانية، والقطع ديت اللي هي فضيتها ممكن استعملها. يعني باخد هنا قطع البطاطس ديت ونحطها ينوت نقطعها في قلب القلب اللي احنا هنستعمله كحشوة. يبقى لو عندي مشروم اللي هو حجمه كبير او البورتبيلا ممكن استعمله مع قطع البطاطس اللي احنا بنقطعها صغير ديت عشان نعيد حشو البطاطس. بايه؟ شوية من البتنجان المقلي، ممكن يكون الفلفل ني مش لازم يكون مستوي زي ما قلنا ان انا وانا بعمل الشوربة ممكن اخلي شوية على جنب، او شوية من السلطة نفس الشيء بخليهم الوان مختلفة. وبنتبل دوت ملح وفلفل، نمسكهم مع بعض بشوية من الجبنة موتزاريلا برمجان، بس نقلل من الأملاح والملح وخصوصا في السحور بيبقى مهم جدا نراعي الحكاية دي. ديت بقلبهم هنا مع بعض، بعد ما بخلطهم ان هو اتأكد انها قطع صغيرة بحشي بيها قطع البطاطس او البطاطس اللي احنا عاملينها. يبقى هنا عندي مراكب البطاطس ديت تبقى محطوط عليها الحشو دوت. لو عندي بزيادة ممكن احشي حاجات تانية زي ما قلت الخرشوف لو عايز اللي هو الارتشوك او الارتشوك او الارتشوكي، بدخلها الفرن واسويها. ساعة الفطار انا لو عايز اقدمها ممكن اقدمها سخنة، ساعة السحور ساعات ما بيبقاش عندي وقت ان انا اسخن، فديت ممكن بتكون ديت الفكرة هنا هوت. بتبقى حسب حجم البطاطا هي بأسويها، يعني ممكن احفر مندي اطلع حتة كبيرة منها او اخلي الحشو يكون اكتر نسبة وتناسب اعمل بيها اللي انا عايزه. ولو حابب يبقى شوية صغيرين لو حاسس انها تبقى جامدة او ناشفة، لو عندي صلصة طماطم او صلصة للبيتزا ممكن اخد منها واحطها جنبيها، وديت ممكن تتسخن او جربوها حتى كليها من غير ما تقطعوها، وان شاء الله ديت تبقى حاجة بسيطة ممكن تتعمل. الافكار الحشو توافيق وتباديل ممكن تعملوا انتوا عايزين، الافكار اللي هي الخضار برضو نفس الشيء توافيق وتباديل. يبقى من الطريقة ديت ممكن تعملوا 9 اصناف، لكن احنا عايزين صنف واحد لسحور النهاردة اللي ان شاء الله يكون اسهل واطيب.